أعزائي المتابعين، أهلا بكم في الحلقة الأولى من أمثال شعبية إنما في الجوم. المثل الأولاني بيقول إيش ياخد الريح من البلاط، وده مثل بيتقال على أي واحد معفن ومفكر إنه ياما هنا ياما هناك، وإن الناس كلها طمعانة فيه. بتروح رزعه المثل في منتصف الجبهة بعد ما تبصله من فوق لتحت وتقول له بصوت كله تريقة ونظرة حادة إيش ياخد الريح من البلاط، وتسيبه وتمشي. وابقى اكتب لي عمل فيك ايه في الكومنتات. السلام عليكم.